فاحنا ليه مش كده؟ لسه مباحث الجيزة قبض على نصاب متهم في 50 قضية نصب وهارب من أحكام 5 سنين ولسه بينصب، يعني بينصب بقاله فترة طويلة جدا وبيتحكم عليه وبيتسجن وشغال وبينصب عادي جدا. انتحل صفة موظف عام في جهة سيادية واستغلها في النصب على الناس. المباحث ضبطت معاه 7 كارنيهات، 7 كارنيهات، كل كارنيه منسوب لجهة وظيفية كبيرة. إشي مستشار وإشي دكتور وإشي إعلام وإشي خبير، يعني لكل مكان مهنة ولكل مهنة كارنيه بيخلص بيه. معانا مين؟ معانا الدكتور سميح شعلان، المتخصص في المعتقدات الشعبية وعميد معهد الفنون الشعبية السابق. يا دكتور أهلا بحضرتك وصباح الفل عليك. يا اهلا وسهلا، صباح الياسمين، يا اهلا وسهلا. صباح الفل. سؤالي لحضرتك، يعني هو داء فينا، يعني احنا بنحب يتنصب علينا، احنا ضعفاء امام الاوهام وبيع الوهم وامام الاشياء الخياليه، امام الاحلام البراقه ايا كان من يسوقها، احنا كشعب مصري ضعفاء امام الحاجات دي وتاريخنا في الحاجات دي يا دكتور؟ هو مش ضعف بقدر ما انه الناس في بعض الاحيان في لما بيبقى في شوشره كده على العقل وعدم قدره على استيعاب الامور باسبابها وقدره وارتكان للدين الصحيح وصحيحه بيتوه بعض الذين اصحاب الحاجات، يعني الحاجات الملحه الى الغيبيات. صحيح. يرتكنوا الى الغيبيات، وفي ناس بقى بتلعب هذا الدور بعبقريه وبقدره فائقه في ان تامل حاجات الناس واللعب على تلك الاحتياجات بالقدر اللي يخلي الناس تقبل كلامهم. هو بينظر للفرد، هؤلاء العرافين الذين يدعون انهم يعرفوا كيف يخلصوا الناس من مشكلاتهم ومن الداء اللي لحق بيهم. كتير من الناس لما بيعز عليهم امر ما بيلجأوا لهؤلاء اللي بيبيعوا لهم الهوى في أزايز، اللي بيبيعوا لهم الوهم، لانه هو عايز بعد الوهم، لأن هو محتاج يتخلص من ده بأي وسيلة من الوسائل. لما بيروح له بيبص في عينيه وبيكلمه كلام يتعرف من خلاله على إنه محتاج إيه، يعني ذكائهم الفطري بيمكنهم من إنهم يعرفوا حاجات الناس من خلال بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات اللي يعرف من خلالها أثر كلامه على اللي قدامه. يعني يبص في عينيه يلاقي استجاب للكلام اللي بيقوله له فيستمر فيه، ويبص في عينيه ويبص في رد فعله تجاه اللي بيقوله ويبدأ يبني عليه كلام تاني معلوماته ويدفر أن قدرته على أن يتوغل في عقله وفي وجدانه بالدرجة اللي بيستسلم ليه الضحية ويرضى بكلامه ويمشي وراه. هو الناس دي عندها هذه القدرات، قدرات نصب معروفة، النصب المعروف على مستوى على كل المستويات، منها النصب على الوجدان البشري والنصب على العقلية المفروض تكون عقلية سببية، عقلية تعرف الأمور بأسبابها. فهو بينصب على احتياجات الناس العقلية والوجدانية وأيضا المشكلات النفسية والمشكلات الحياتية اللي بيمر بها الناس. تمام يا دكتور. طيب يعني ايه الواجب اللي علينا احنا المفروض نقوم بيه؟ ايه الواجب اللي على كل الاجهزه اللي المفروض تقوم بيه؟ يعني ما احنا دلوقتي وصفنا المشكله وشخصنا المرض، العلاج بيبقى ايه؟ يعني نعالج الظاهره دي ازاي؟ يعني العلاج مزيد من الوعي. تمام، ده يحصل ازاي برضو يا دكتور؟ استاذنا الاستاذ الدكتور عبد العزيز صالح في الاثار، انا خريج اثار في الاساس. تمام. كان يقول لنا أن الأحجبة والتمائم تنتشر انتشارا واسعا في فترات الاضمحلال. والاضمحلال دي مرتبطة بالاضمحلال الفكري والاضمحلال النفسي وضبابية الحياة. أنا بأكد لك طالما أن بقت الأجهزة المعنية مسؤولة على أنها تمسك النصابين والناس تبقى فرحانة بأنهم اتمسكوا،
ده معناه ان انا نسيره في الاتجاه الصحيح. تمام. وعايز اقول لك ان في فترات كتيره جدا قبل كده، يعني حضرتك انا عشت ده في فترات زمنيه سابقه قديمه، كان هذا الامر الغيبي ينتشر انتشارا واسعا. الزار له وجود حي بين الناس، العرافين ينتشروا في كل ربوع الارض المصريه. تقلصت المساله شوي وبقت فجه والناس بتنظر لها واقفه عندها، لانه شايفين ان في هذا العصر، في هذا التقدم العقلي والبشري، لا يجب أن يكون وجود مثل هذه الكائنات البشرية المؤثرة سلبا في حياة الناس. فأنا بطمنك على فكرة وبطمن السادة المشاهدين على أن المسألة يعني بالشكل اللي ظهر به دلوقتي بطمن على أننا نسير في المسار العقلي الصحيح، طالما أنه بقوا يعني مش كتير وبقت الدولة والحكومة والعقول الرشيدة متنبهة ليها ليهم واخدة بالها أنهم يؤثروا سلبا في حياة الناس، ده معناه أننا نسير في المسار الصحيح. اللي لو انتشرت وشاعت ورضي عنها ده معناه أننا في فترة اضمحلال وفترة ركود فكري وذهني عند المصريين. فاحنا المفروض نطمن وناخد بالنا ونتنبه، ومزيد من هذه البرامج الواعية الرشيدة اللي تفند المسألة وتجيب دلالاتها وأسبابها وتفهم الناس ليه كده بيحصل، سواء من الفلكلوريين اللي زي حالتنا أو علماء النفس أو رجال الدين أو كل المعنيين بإدارة العقل الجمعي المصري. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سميح شعلان.